بعد مغادرتها للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بريطانيا لديها حتى نهاية ديسمبر المقبل للتفاوض على شكل جديد للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. الحكومة البريطانية قالت إنها ترغب في عقد اتفاق شامل خلال 10 أشهر. المبدأ الأول في منهجنا هو أننا نرغب في تأمين علاقة قائمة على التعاون الودي بين طرفين أصحاب السيادة. نحن نحترم سيادة الاتحاد الأوروبي واستقلاله ونظامه القانوني المميز، ونتوقع منهم احترام أنظمتنا أيضا. لن نقبل أو نوافق على أي التزامات ترتبط فيها قوانيننا مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك محكمة العدل. الحكومة بعبارة أخرى تقول إن أي اتفاق لا يحترم سيادة بريطانيا الخاصة بالهجرة والحدود والضرائب فإنها مستعدة لترك المفاوضات خلال يونيو المقبل، وكل ما تريده لندن هو اتفاق مع الاتحاد الأوروبي شبيه بالاتفاق بين كندا والكتلة الأوروبية. في المقابل يريد الاتحاد الأوروبي قبيل انطلاق المفاوضات رسميا الأسبوع المقبل أن تستمر المملكة المتحدة في مواكبة التغييرات التي تطرأ على قواعد الاتحاد الأوروبي والخاصة بالمعايير البيئية وحقوق العمال في المستقبل، أمر لا يعجب كثيرا البريطانيين. الهدف لما نقوم به هو أن تتمكن المملكة المتحدة من فعل الأشياء بشكل مختلف وأفضل. هذا بلد عظيم يتمتع بأعلى المعايير الممكنة للبيئة ورعاية الحيوان والحماية الاجتماعية وحقوق العمال. سنحافظ على أعلى المعايير. كل ما نريده هو الاعتراف المتبادل بالمعايير العالية لبعضنا البعض والوصول إلى أسواق بعضنا البعض. أقصد لن نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يتبع كل تغيير في تشريع المملكة المتحدة، لذلك لا معنى لوضع هذا الشرط علينا. وتريد الحكومة البريطانية الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والعمل على وضع اللمسات النهائية عليها بحلول سبتمبر المقبل. وخلاف ذلك تقول الوثيقة الحكومية أن بريطانيا ستعمل على التهيؤ لترك المفاوضات ومغادرة المرحلة الانتقالية وفق قواعد منظمة التجارة الدولية، أمر يثير مخاوف عديدة في الأوساط السياسية المعارضة والشعبية والاقتصادية على حد سواء. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.